طبعا المكون الاساسي في البرياني الهندي اللي هو لبن الزبادي. رح ننزل لبن الزبادي. بدنا نبلش اول شيء، طبعا زي ما حكيت انه البرياني الهندي في له طرق كثيره، بس اليوم نقيت لكم اسهل طريقه واطيب طريقه. اول شيء عشان وقت الحلقه رح نحكي عن، طبعا هون احنا عم بغلي مي عشان نسلك فيها الرز، تمام؟ بس انا هون رح ابدلها وراح احط الطنجره هون عشان نحضر الدجاج، تمام؟ خليني اجيب المعلقه ونبلش نحضر مع بعض لتتبيله الدجاج، تمام هيك. بس راح اسبق شوي في الخطوات، احط الدجاج حتى يلحق انه يستوي معي. طبعا هاي تتبيله الدجاج انا عامليتها في البيت، يعني محضريتها قبل بوقت. طيابه الدجاج الهندي انه تخلوه قبل بيوم، إذا كنتم مستعجلين ممكن تخلوه يومين ثلاث، سوري ساعتين ثلاث. مستعجلين أبداً. يومين ثلاث أبداً، خذوا وقتكم. ساعتين ثلاث إنه يكون منقوع، كل ما شرب نكهة البهارات كل ما بيكون أكثر. طبعاً أنا هون عمليته قبل بيوم، هون راح أحط كمية من زيت النباتي. طبعاً هو المفروض يكون زيت قلي البصل اللي إحنا قلينا فيه البصل، وراح أحط هون كمان معلقة كبيرة من السمنة. أيوه. هون حطيت السمنة لأنه أنا مستخدمة صدور الدجاج. صدور الدجاج في العادة بتكون شوي ناشفة، في حال استخدمت الدجاج الكامل ما بتحتاج السمنة. هلا هون أنا رح أنزل الدجاج بكل تتبيلته. كامل؟ كامل. ورح نترك الدجاج حتى يستوي. طبعا شم الروائح ما احلاها. روان شوفي الهندي، الاكل الهندي ريحته بصراحه كثير زاكيه، كثير زاكيه. طبعا المكون الاساسي في البرياني الهندي اللي هو لبن الزبادي. رح ننزل لبن الزبادي، ورح نحتاج كمان هون الكزبره. رح اشيل الورق. اوكي، في مجال تحطيها؟ طبعا. ثانك يو. رح نحتاج هون الكزبرة والنعناع المفرومين. طبعا هون أنا خالطتهم مع بعض. الكزبرة كمان هي مكون أساسي بالوصفة، مكون أساسي لبهارات البرياني. هلأ رح نحكي عن البهارات. طبعا البهارات لازم نستخدم إحنا بهارات البرياني. طبعا هون رح أحط معلقة كبيرة من بهارات البرياني. رح نحتاج كمان هون معلقة من بهارات المسلة. طبعا المسلة البرياني بتجيبوها من عند العطار. رح نحتاج معلقة صغيرة من الكركم. الكركم بيعطي نكهة كثير طيبة. هو اصلا مميز الطبخ الهندي بمكوناته. نعم، كل حاجة. مكوناته هيك بتحسيها قوية ريحتها. الروائح ما شاء الله. طبعا هون عندي انا فلفل احمر كشميري. في حال مش متوفر ممكن تستخدموا الفلفل الأحمر، طبعا هذا الفلفل الحار. راح أحط هون كمان الفلفل الحلو. معروف الأكل الهندي هو أكل حار، صح؟ وراح نحتاج أكيد هون طبعا الثوم المهروس، يعطي النكهة الطيبة. الزنجبيل، أنا هون استخدمت الزنجبيل، معجون الزنجبيل. في حال مش متوفر ممكن تستخدموا الزنجبيل الفريش. طبعا هيك عندي، تمام. هلا هون راح اخلطهم مع بعض ونتبل فيهم، نتبل فيهم الدجاج. طبعا راح احكي شغله بالنسبه ل، انا هون راح احط معها معلقه فقط من الزيت النباتي حتى اطري الحشوه. وبرضه بتخيل بعطي هيك لمعه للدجاج. نعم صحيح، لازم تخلطوهم بهاي الطريقه. الملح انا ما راح احطه هلا، راح احطه في الاخير. وراح ننزل هون صدور الدجاج. وبنرجع نخلطهم مع بعض. هلا هون الدجاج بنتركه منقوع زي ما حكيت لكم، يا اما قبل بيوم يا اما تتركوه ساعتين ثلاثه وبتتركوه جوا الثلاجه. اوكي. راح احكي هون عن الدجاج، اكيد هون ما ننسى انه نحط القرفة العيدان. لسه طبعا هاي من المطيبات. راح نحط كمان هون اللومي. اللومي راح احط هون قطعتين، واكيد ما ننسى ورق الغار. الغار يعني اللومي معروف برياني، يعني لومي، يعني لومي. اللومي راح اساسي. احط هون
كم حبة من حبات الهيل. لازم ما تنسوا البصل المقلي. رح أحكي لكم هلأ كيف أنا قليت البصل. أوكي. عشان يطلع مقرمش، أنا شايفته هيك. نعم. مسكتك إله مقرمش كتير. مقرمش عشان أحكي لهم كيف يطلع معهم بهاي الطريقة. هلأ هون بخليه على جنب وبتركه حتى يستوي. بدنا نحكي عشان أحط الرز يسلق. هسه هون عندي المي عم تغلى، لازم احنا هون نسلق الرز ثلاث ارباع الاستواء. المطيبات اللي رح نحطها اكيد لازم نحط اللومي، لازم نحط كمان هون القرفه العيدان بالاضافه للهيل الهيل حبات الهيل. طبعا كل شيء ايوه مصر. كل شيء حب لازم نحطه، ورح نحط كمان هون الكبش قرنفل بالإضافة لكم ورقة من ورق الغار. هلا هون رح نحط معلقة كبيرة من السمنة. تمام. وأكيد ما ننسى نحط معلقة كبيرة من الملح. ورح أحط الكزبرة، بتعطي نكهة كثير طيبة على مية السلق. وآخر إشي بنحط الرز حتى نسلقه ثلاث أرباع الاستواء. السلام. بسم الله. بعد ما سلقنا الرز ثلاث ارباع الاستواء، طبعا انا صفيته من المي عشان ما يستوي معي زياده. هلا هون رح ارطبه بالطنجره هاي، طبعا الطنجره هون حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، رح اوطي شوي الغاز. يعني هو من الاساس خليني ساكته احسن. خليني ساكته احسن. شوف كيف رح نعمل طبقات البرياني. اول شيء رح احط، طبعا اول مره انه الطنجره بتسخن، رح ابعدها عن الغاز لانه مش لازم تكون ساخنه. راح نحط طبقة منيحة من الرز، راح أوزعها بهاي الطريقة. السمنة هون هي بتعطي نكهة للرز. طبعاً. تمام؟ هلا هون عندي الجاج استوى، شوفوا ما شاء الله ما أحلى لون الجاج. أحلى لونه، ما أحلى ريحته. يعني جد. سلام. بشهي. سلام. هلا هون راح نعمل أكثر من طبقة. راح نحط بهاي الطريقة. طبعاً هذا المي الموجودة لازم تحطوها. ورح احط كمان مع الطبقه هاي شوي من البصل المقلي. شو بيعطي طعم، شو بيعطي نكهه طيبه. وبنحط كمان الكزبره والنعناع هاي بين الطبقات. نرجع نعمل طبقه ثانيه. قلبك تطفي هذا الغاز. واخر إشي اكيد منقوع الزعفران. طبعا هنا زعفران انا نقعته بمي سخنه. في حال كان متوفر عندكم وقت ممكن تنقعوا الزعفران بالمي البارده، بس بياخذ منكم وقت، يعني بياخذ اقل شيء ساعتين ثلاث. فهلا هون طبعا الغاز عندي على الواطي، نتركه حتى ياخذ البرياني كل النكهات. اوكي. وعلى نار واطيه تقريبا مده ربع ساعه بنتركه. وبعديها طبعا لازم يتسكر عليه كثير منيح حتى نحبس البخار الموجود جوا الطنجره. اوكي. وحتى كمان الرز عندنا هون ياخذ نكهه البرياني ويكمل استواء، لانه احنا سلقناه تقريبا 80%، فلازم يكمل عندنا الاستواء في الطنجره. برياني هندي. لتتبيله الدجاج راح نحتاج لبن زبادي، ملعقه كبيره من الثوم المهروس، ربع كوب نعنع، ملعقه صغيره كزبره، ملعقه صغيره بهارات المسله، ملعقة صغيرة زنجبيل، ملح، ملعقة كبيرة من بهارات البرياني، بصل مقلي. للدجاج رح نحتاج زيت، طبعا زيت قلي البصل مع ملعقة كبيرة من السمنة، لومي، قرفة عيدان، ورق غار، بصل مقلي. لسلق الرز رح نحتاج ورق الغار، اللومي، القرفة، طبعا قرفة عيدان، زيت قلي البصل مع الملح والكزبرة، فلفل حار. طبعا للطبقات الارز رح نحتاج ربع كوب من الكزبره، النعناع، ملعقتين كبار من البصل المقلي، بالاضافه لمنقوع خيوط الزعفران.